نتجه الآن دوار أمزري بالجماعة الترابية زاوية أحنصال لنتعرف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع الفتاة بالعالم القروي لإقليم أزلال على الإقبال على التمدرس، ومن بينها مشاريع تبنتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ربورتاج محمد الواهبي وعبد العالي عيات. لجماعة زاوية أحنصال بإقليم الظلال تضاريس وعرة ومسالك صعبة تزيدها الظروف المناخية قسوة، عوامل لم تثني عزيمة فتيات دواوير الجماعة للنهل من أبجدية التعلم وتدرج مساراته وتقريب وسائل النقل من مساكنهن قوى إرادتهن لاستكمال تعليمهن. احنا اللي كيشجعنا باش نقراو هو هذا النقل المدرسي اللي ولا كيقرب المسافات ما بين الدواوير والمؤسسه، حيت ولا كيجيب التلاميذ حتى لباب المؤسسه. وبالنسبه للسبب الرئيسي ديال هذا المدرسي هو البعد عن الدراسه بالنسبه للفتاه. بالاضافه لهذا النقل المدرسي كان كاين الداخليات والجمعيات اللي كيعتبروا الملجا ديال واحد النسبه ديال الفتيات واللي كيقللوا من هذيك النسبه ديال الهدر المدرسي. ثانوية زاوية أحنصال من بين 120 مؤسسة تعليمية بإقليم الظلال يتأثر متمدرسوها بالبرد، تحتاج حجراتهم للتدفئة وتوفير حصص كافية من الحطب فقط 500 طن لمجموع المؤسسات، أوصل نسبة المتمدرسات إلى حوالي 50% من مجموع المتمدرسين. كمحاولة من مع المؤسسة الحطب التدفئي يساعد التلاميذ بصفة عامة وخصوصا الفتيات أو التنمية تعفون بالتمدرس، وكذلك بالنسبة للمرافق لأن المرافق هي واحدة ضرورية في المؤسسات خصوصا الفتاة طبعا، وأيضا ألح بأن يجب أن يكون واحد يعني إمكانيات أخرين مثلا داخليات. ثانوية زاوية أحنصال الإعدادية يأوي القسم الداخلي المتواجد بالمدرسة الجماعاتية حوالي 140 مستفيد ومستفيدة ضمنهم 58 إناث، هذا فضلا عن خلق أجواء لتحفيز الفتيات على التمدرس وإجراءات المصاحبة. المديرية الإقليمية لها برنامج زاخر في إطار شراكة مع مجلس الجهة، سنقوم في إطار هذا البرنامج بإنجاز ما يزيد على 11 مدرسة جماعتية جديدة وكذلك 7 إعداديات جديدة وثلاث ثانويات تأهيلية جديدة، بالإضافة إلى 22 داخلية و90 مطعم مدرسي بالابتدائي وتسع مطاعم مدرسية بالإعدادي. وبالنسبة للفتيات اللي عندنا هنا في المجموع عندنا 137 فتاة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تطور تم درس الفتاة القروية، ويعني ما بقاش الهدر المدرسي ديال الفتاة القروية، وهذه الإعدادية بداتها كانت واحد إيجابية باش أنها تدعم هذه الفتاة باش أنها تقرأ. مرافق عدة تم توفيرها بالثانوية أضحت أرضية لاستقبال كل تلميذات الدواوير النائية بجماعة زاوية أحنصال. وللحديث حول هذا الموضوع نستضيف مباشرة من زاوية أحنصال السيد عبد العزيز عاصمي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الظلال. السيد عاصمي أولا أهلا بك. المعروف عن إقليم الظلال أنه إقليم مرحبا. طبعا وعر التضاريس وأيضا مناخه صعب نوعا ما، كيف تتغلبون على هذه الإكراهات من أجل الارتقاء بتمدرس الفتاة القروية؟ شكرا أستاذ على الاستضافة، مرحبا بالمشاهدين الكرام. بالنسبة لإقليم الظلال كما جاء في الروبورتاج اللي تقدمتم به وأنه تيمتاز بواحد التضاريس اللي هي واعرة وشاسعة، إقليم شاسع جدا، وهذا المسألة ديال تمدرس ديال الفتاة القروية تجي ضمن صميم الاهتمامات ديال المبادرة الوطنية وديال جميع القطاعات بشكل عام. فبالنسبة يعني التمدرس ديال الفتاة القروية كاين هناك
الإكراهات اللي تم التغلب عليها من أجل يعني التغلب على ظاهرة الانقطاع ديال الفتاة عن التندروس، وذلك من خلال كما شاهدتوا في الروبورتاج من خلال واحد المجموعة ديال الآليات من بينها يعني توفير الداخليات، توفير دور الطالب ودور الطالبات، توفير كذلك النقل المدرسي. النقل المدرسي اللي مثلا نقدر نعطيك رقم بالنسبة لإقليم أزيلال حاليا وصلنا ل 159 سيارة ديال النقل المدرسي، تتستفد منها تقريبا واحد حوالي 7000 مستفيدة ومستفيد، إضافة على أنه كاين هناك تقريبا 51 ديال المؤسسات ديال الإيواء اللي هي دور الطالب ودور الطالبات اللي تتستفد منهم حوالي ما يفوق 3000 مستفيد. بالنسبة للجماعة ديال زاوية حنصال اللي شفنا على أنه كاين اللي شفتوا في الروبورتاج واللي اتضح على أنه بالنسبة لهذه الجماعة تم توفير 3 ديال السيارات ديال النقل المدرسي، باعتبار على أنه كاين 3 ديال الاتجاهات اللي يعني تيجي منها الفتيات الإعدادية. هذه الإعدادية اللي شفتوا في مواصفات اللي هي عالية، كاين مثيل ديالها في جميع التراب ديال الإقليم، والمبادرة الوطنية تتواكب هذه الإعداديات بناء دور الطالب ودور الطالبة ومراكز الإيواء والنقل المدرسي. إذن سيد عاصمي، أشرتم إلى المبادرة إلى مبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكيد أن هناك مشاريع مستقبلية تهم هذا المجال. ما هي أبرز المشاريع التي ينتظر إنجازها على مستوى الإقليم لنعود دائما للرفع من نسبة تمدرس الفتيات بالعالم القروي؟ بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أستاذ، هنا غادي نتكلم على البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تهم بالخصوص الدفع التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، والأجيال الصاعدة اللي ضمنهم طبيعة الحال كاين تندرس، كاين الاهتمام بالتندرس ديال الفتاة القروية. هنا تجي يعني واحد المجموعة ديال العمليات اللي المبادرة الوطنية مقبلة عليها في هذا الخصوص، ابتداء من المرحلة ديال الطفولة. مرحلة ديال الطفولة يعني غادي تكم تأسيس واحد المجموعة ديال الوحدات ديال التعليم الأولي، وهذا التعليم الأولي اللي غادي يهم يعني الفتاة في التراب ديالها، في اللي بعيدة عن المدرسة، اللي بعيدة عن المؤسسة التعليمية، في قلب الدوار ديالها. يعني كاين هناك الاهتمام بالتعليم الأولي، تعليم ما قبل المدرسي. كذلك كانت تتضاف المسألة ديال في إطار يعني البرنامج الرابع المبادرة الملكية مليون محفظة، اللي هي غادي تعم جميع المستفيدين والمستفيدات من المسالك التعليمية من الابتدائي حتى الإعدادي. بالنسبة تتضاف بالنسبة لهذه المسائل مسائل ديال الإيواء، الإيواء ديال التلاميذ والتلميذات، هذا تعطتها واحد الأهمية كبرى، وخاصة التركيز على الفتاة القروية. ففي هذه الإعدادية اللي دازت في الروبورتاج هناك مؤسسة ديال دار الطالبة اللي تتبنى في إطار برنامج تخليص الفوارق المجالية في العالم القروي، واللي حاليا وصلت ل 70% من الأشغال ديالها، واللي غادي تأوي إن شاء الله واحد 120 تلميذة، إضافة يعني باش نعززوا العرض المسرحي، إضافة يعني الشيء اللي الإيواء اللي تيكون على مستوى الداخليات. كذلك تيكون مسألة ديال اللي غادي مقبلين عليها في إطار المبادرة في إطار المرحلة الثالثة، هي الدروس ديال قوية بالنسبة للتلميذات والتلاميذ كذلك اللي تيعيشوا واحد النقص ولا واحد التأخر في مجال التحصيل الدراسي، وكذلك العمل على التوجيه المدرسي. إذن السيد عبد العزيز عاصمي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم زيلال، شكرا جزيلا لكم على مساهمتكم معنا في أخبار الطاهرة. علاقة بالعالم القروي دائما.